للوقف السكني في المملكة تاريخ قديم، ولعل أربطة مدينة جدة تعتبر من أقوى الأمثلة عليه. الرباط يعتبر من الوقف الخيري، فهذا اللي عندنا اليوم رباط. هذا رباط المغربي أسس عام 1300 للهجرة، يعني الآن عمره 143 سنة ويعمل إلى الآن. أنا أشوف ناس داخلين طالعين منه. أيوه إلى الآن يعمل فيه. وأربطة جدة بنسبة 90% أو 95% هي وقف على النساء، الأرامل، المنقطعات، الفقيرات وهكذا. تضم مدينة جدة التاريخية عدد كبير من الأربطة القديمة اللي أنشأها أصحابها رغبة في الأجر، وأصبحت هذه الأربطة جزء من ذاكرة البلد وتراثه، وشاهدة على روح المحبة والألفة بين كل الناس اللي ساكنة في جدة القديمة. الأربطة لها جزئين، جزء أربطة خاصة الواقف يوقفها بشرط من عنده، أنه في بعض الأربطة اللي بيوقفها يقول أنا أبغاها بس يسكنوا فيها المطلقات، ما يسكنوا حد غيرها، هذه يعتبر شرط الواقف ولازم ينفذ. الأربطة العامة مرجعها إلى هيئة الأوقاف، الدولة هي اللي بتقوم فيها، ممثلة بالجمعيات الخيرية مثل جمعية الإحسان لرعاية الإنسان، جمعية البر، جمعية سفراء التطوع، جمعيات كثيرة حقيقة ما نقدر نشملها الآن.